الصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة التأمل في مخلوقات الله عز وجل من الأشياء العجيبة والتي تزيد في إيمان المرء وتزيد في يقينه وظنه بالله عز وجل. ومن كان لله أعرف كان منه أخوف. الإبل من المخلوقات العجيبة اللي صراحة يعني لو تأملت فيها لمضى عمرك وما انتهيت من التأمل في هذا المخلوق العجيب. وفيه خصلة من أعظم خصال المسلم، من أعظم خصال الداعية، وهي الصبر. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه خصلة أساسية لابد أن تكون في المسلم، وخصوصا في المصطفين منهم الدعاة لهذا الدين. هذه الخصلة سبحان الله تراها ظاهرة في الجمال أو في الإبل كما ذكر عبد العزيز. الإبل له خفاف عجيبة، شكلها عجيب، بحيث أنها تمشي بطريقة معينة. في أنعم أنواع الرمال تمشي بكل سلاسة، أنت يا الآدمي ما تستطيع أن تمشي بهذه السلاسة. تقطع الإبل من 60 إلى 70 كيلو في اليوم، طبعا في الرمال. السيارات حتى الآن عجزة يعني تفوق الإبل في هذا في هذا الجانب. الإبل سبحان الله لو تأملت في أعينها، لو تأملت في أذانها، لو تأملت في ذيلها من الخلف، تجد كلها مليئة بالشعر. الشعر هذا ليش؟ حتى يعني تستطيع أن تحمي أذنها من الرمال وتحمي عيونها من الرمال. الإبل ترى فيه جفن مركب من طبقتين، جفن الإبل مركب من طبقتين، كل هذا حتى تحمي. حتى الأنف جاي بشكل معين ومليء بالشعر عشان الرمال ما تدخل أو أي شيء من هذه الأمور. صراحة التأمل في هذا المخلوق عجيب، عجيب جدا. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.